الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الطريق الى المونديال. كنا اتكلمنا عن طبعا التصفيات المؤهله، تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم 2022، والنهارده هنكمل مسيره عن هذه التصفيات على المستوى الاوروبي وعلى المستوى الافريقي. خلينا نتكلم قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا النهارده، يمكن كان من خلال المباريات اللي فاتت وفي موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. اللي حصل امبارح من الحكم، حضراتكم عارفين مباراه غانا وجنوب افريقيا، وهذه المباراه كانت مباراه مصيريه للفرقتين. الحقيقه ما زال التحكيم الافريقي عنده جدل كبير جدا جدا على المستوى الافريقي وعلى المستوى التمثيل الدولي. ليه بقول كده؟ لان طبعا في وقعتين حصلت في يمكن مباريات امبارح في تصفيات افريقيا. المباراه الاولى يمكن ركله الجزاء اللي احتسبت لصالح المنتخب الغاني امام منتخب جنوب افريقيا، ضربه جزاء يعني من وحي الخيال. طبعا اثير الجدل كبير جدا جدا على هذه ضربه الجزاء اللي احتسبت لصالح المنتخب الغاني. وكان طبعا زي ما بقول لحضراتكم مباراه مهمه جدا. المنتخب الجنوب افريقي لو كان كسب او تعادل كان هيبقى هو المتاهل للدور النهائي من تصفيات افريقيا، لكن بهذه ضربه الجزاء وبخطا تحكيمي فادح تاهلت غانا الى التصفيات النهائيه للبطوله او لافريقيا للوصول لكاس العالم. اتحاد جنوب افريقيا تقدم بشكوى رسميه للاتحاد الدولي ضد الحكم السنغالي طبعا ناداي، وقالوا ان هناك شبه التواطؤ واحتماليه للتلاعب من جانب حكم المباراه مع منتخب غانا، ويعني وقلص خلاص او انهى فرصتهم للوصول لنهائيات كاس العالم. يمكن زي ما بقول لحضراتكم دي كانت واقعه، زي ما بقول لحضراتكم خطا فادح واضح جدا جدا للعيان كلهم، ضربه جزاء من وحي الخيال للمنتخب الغاني. طيب على الجانب الاخر كان في كمان جدل واسع جدا جدا على مستوى مباراه الكونغو وبنين، كمان شهدت خطا قانوني جسيم جدا اجراء منتخب الكونغو الديمقراطيه التغييرات الخمسه المتاحه عبر اربع توقفات. حضراتكم عارفين في خمس تغييرات، ولكن الخمس تغييرات دول بيتم من خلال ثلاث توقفات في المباراه. طبعا تم طبعا معارضه كبيره جدا جدا، ويمكن الحكم المصري طبعا السابق كابتن جمال الغندور هو كان مراقب هذه المباراة، وكان في طبعا تقرير من بنين واتهمته او اتهمت بنين من خلال تقريرها ان في مجاملة للارجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق طبعا لمنتخب مصر لطبعا جمال الغندور الحكم المصري، وفي شبه التواطؤ ما بين قوسين كده ان في تواطؤ حصل في هذه المباراة. كمان حضراتكم عارفين يمكن كان في يعني تويتة كده طلع بيها طبعا مدير الفني لفريقنا النادي الاهلي بيتسو موتسيماني طبعا، وعمل هجوم عنيف على التحكيم يعني بعد طبعا فشل منتخب بلاده للصعود لل يعني الادوار الاقصائيه او النهائيه في بطوله افريقيا المؤهله لكاس العالم. وكتب يمكن تويته على حسابه الشخصي على تويتر بيهاجم فيها الاتحاد في قاره افريقيا بالذات على مستوى التحكيم، وقال ركلات الجزاء في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم ما هذا الذي يحدث؟ علامه استفهام كبيره جدا من بيتسو موسيماني. كمان تابع خلال التغريده وقال ان مباراه الكونغو امام بنين وغانا امام جنوب افريقيا ما الحل لمثل هذه الازمات والتحديات في الكره الافريقيه. كمان اضاف ان بسبب هذه القرارات الكارثيه المثيره للجدل نحن متاخرون عن اوروبا كثيرا، سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، يجب أن يكون هناك حل. طب هتكلم كمان على حضراتكم فرصة تحكيم وتصفيات أفريقيا إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل، هيكون معانا طبعا حكمنا الدولي السابق ناصر عباس، هنشرح فيها أجزاء كتيرة جدا جدا من هذه يعني ضربة الجزاء، وكمان هل العقوبة هتكون إدارية؟ هل منتخب الكونغو سيحرم من التأهل للأدوار النهائية لطبعا التصفيات؟ هل منتخب بنين ليه الحق لإعادة المباراة؟ كل ده هنعرفه من خلال حكمنا الدولي ناصر عباس. طيب نتكلم على أخبار سريعة ونروح من أول هذه الأخبار. طبعا المنتخب البرازيلي بيجهز طبعا بعد حسمه طبعا الوصول إلى المونديال، المنتخب البرازيل اللي تأهل رسميا لنهايات كأس العالم بيجهز
بيجهز على مستوى التحضيرات، على مستوى الزي، على مستوى التيشيرت اللي هيلبسه المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2022. يعني كشفت بعض التقارير البرازيلية أن النهاردة الاثنين سيقوم قسم التسويق بالاتحاد البرازيلي اللي بيديره جيلبرتو راتو مدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وبيساعده المنسق جورجينيو باليستا باختيار الزي الرسمي الذي سيرتديه السامبا البرازيلية في قطر 2022. التقارير كمان بتقول أن مسؤول المنتخب البرازيل هيعلنوا طبعا في جلسة مع المصمم البرازيلي العالمي ريكاردو اللي اختيار ملابس السفر إلى كأس العالم في قطر بعد ضمان التأهل رسميا. كمان استقبل أعضاء منتخب السامبا وإدارة الاتحاد البرازيلي ريكاردو يعني في فندق المنتخب في مدينة سان باولو قبل مباراة كولومبيا، في طبعا اللي يمكن خلاص المنتخب البرازيلي حسم الأمور وبقى أول المتأهلين عن قارة أمريكا الجنوبية. طيب خبر تاني يمكن هتوقف فيه مع حضراتكم شويه، وفي نقاش كبير جدا جدا طبعا داني ألفيش. داني ألفيش طبعا اللعيب الكبير، اللعيب البرازيلي والباك اليمين الطائر، وعودته الى برشلونه. بنقول اجتاز الظهير الايمن البرازيلي داني ألفيش النهارده الكشف الطبي داخل نادي برشلونه تمهيدا لاعلان النادي الكتالوني التعاقد مع اللاعب الدولي المخضرم بشكل رسمي. بقول لحضراتكم النهارده اعلن برشلونه ان يوم الجمعه اللي فاتت خلاص عوده اللاعب السابق من اجل التوقيع معه لنهايه الموسم الحالي في اطار خطه حطها طبعا تشافي المدير الفني الجديد لبرشلونه وعوده داني ألفيش. ده طبعا صوره قدام حضراتكم من اجتياز داني ألفيش الاختبار الطبي او الكشف الطبي لطبعا استكمال التعاقد مع فريق برشلونه. اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم كمان يعني دي طبعا صوره من المستشفى. طبعا هو داني ألفيش راح مستشفى في برشلونه الساعه 9 صباحا النهارده واجتاز الكشف الطبي بنجاح، وبينتظر طبعا ان يوقع العقود بينه وما بين النادي قريبا في وجود طبعا صديق الملاعب لفتره طويله جدا والمدير الفني الحالي تشافي هرنانديز. ويعتبر داني ألفيش زي ما بقول لحضراتكم طبعا احد عناصر الجيل الذهبي لفريق برشلونه، صنع امجاد كبيره جدا جدا مع فريق برشلونه. لكن عايز اتكلم مع حضراتكم في نقطه، يعني داني ألفيش مواليد 83، يعني الراجل عنده 38 سنه. هو زي ما بقول لحضراتكم طبعا لعيب اسطوره، يمكن انتقل لبرشلونه بمبلغ 32 مليون يورو، وخلي بالكم 32 مليون يورو في هذا التوقيت في سنه 2008 كان اعلى او اغلى مدافع في العالم بهذا الرقم. طبعا داني ألفيش في اول سنواته يعني مع برشلونه والجيل الذهبي اكتسح كل البطولات على مستوى الدوري، على مستوى الكاس، على مستوى بطوله كاس العالم للانديه. حقق كمان مع برشلونه السداسيه التاريخيه، برشلونه حقق سداسيه بالحصول على كل الالقاب على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري في اوروبا. لكن السؤال، هل داني ألفيش فعلا قادر على المنافسات القوية جدا في الدوري الأسباني؟ طبعا لعيب مميز جدا، لكن دايما اللعيبة البرازيليين بيقضوا فترات في أوروبا وبيرجعوا تاني إلى البرازيل، وده اللي عمله داني ألفيش بعد انتقاله طبعا إلى اليوفنتوس ومنها لباريس سان جيرمان. انتقل إلى سان باولو من سنة 2019 بيلعب مع فريق سان باولو في البرازيل، وفي اعتقادي الشخصي كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا هو التعاقد مع داني ألفيش في برشلونة، لأن زي ما بقول لحضراتكم يمكن سني 38 سنة خلاص غادر القارة الأوروبية بشكل كبير جدا. لكن تشافي المدير الفني لبرشلونة الجديد بيقول إن داني ألفيش على مستوى عالي جدا من اللياقة البدنية، لعب أكتر من 76 مباراة خلال الموسمين اللي فاتوا مع سان باولو، شارك كمان في فترات مع المنتخب البرازيلي بشكل اساسي في الفترات اللي فاتت، وبالتالي يعني جافي بيشايف ان داني ألفيش موجود بشكل كبير مع برشلونه وممكن يكون بدور القائد. حضراتكم عارفين ان فريق برشلونه يمكن متوسط اعماره لا يزيد عن 24 سنه، فممكن جدا يكون في احتياجات على مستوى القياده لداني ألفيش يعني المدافع البرازيلي الرائع في برشلونه في طبعا خلال مسابقات الدوري الاسباني. طيب من داني ألفيش نروح لكريستيانو رونالدو.
بصراحه اللي تابع مباراه امبارح مباراه البرتغال وصربيا اعتقد كان في خيبه امل كبيره جدا جدا لكل الشعب البرتغالي على مستوى طبعا عدم الصعود المباشر لكاس العالم 2022. كريستيانو رونالدو يعني بيوصل رساله مهمه وحماسيه لجماهير البرتغال بعد صدمه طبعا عدم التاهل المباشر لكاس العالم 2022 وخساره المنتخب البرتغالي امبارح امام منتخب صربيا في الوقت القاتل على ملعبهم بنتيجه 2-1 طبعا مما منح صربيا بطاقه التاهل المباشر في قطر 2022. ويمكن اكبر المنتخب البرتغال من خلال هذه الخساره انه طبعا بيخوض الملحق. كتب رونالدو النهارده الاثنين على حسابه الشخصي على موقع انستغرام وقال اظهرت لنا كره القدم اكثر من مره ان احيانا تكون المطارات الاكثر تعقيدا هي التي تؤدي الى النتائج التي نترجاها. كمان اوضح من خلال هذه التويته وقال كانت نتيجه الامس صعبه لكنها لم تكن كافيه لاحباطنا. هدفنا التواجد في كاس العالم 2022 لا يزال قويا الى حد طبعا كبير زي ما بيقول، ويمكن ما يتعين علينا القيام للوصول لهذه المرحلة أو هذه البطولة. أضاف كمان رونالدو أنه لا أعذار أمام البرتغال فنحن سنسافر إلى قطر. حضراتكم عارفين كان طبعا رونالدو كان في صورة متداولة على يعني السوشيال ميديا في بكاء بعد مباراة أمام صربيا وبعد الهدف القاتل في الدقائق الأخيرة اللي قضت على أحلام المنتخب البرتغالي للصعود المباشر لكأس العالم. زي ما بقول لحضراتكم يمكن رونالدو يمكن المباراة اللي فاتت ما كانش على المستوى الجيد، لكن كان يكفي البرتغال التعادل وكانت النتيجة في الدقيقة 89 1-1 وكانت كل الأمال خلاص وصول المنتخب البرتغالي لكأس العالم. ولكن في الدقائق الأخيرة ينجح المنتخب الصربي اللي عمل مباراة أكثر من رائعة لقلب الطاولة على المنتخب البرتغالي وخطف بطاقة التأهل المباشر والفوز 2-1. لسه عندنا اخبار كتيره جدا وحلقتنا لسه كبيره، هنشوف يمكن كمان ايه اللي قالته الصحف العالميه في تصفيات اوروبا وتصفيات افريقيا من خلال المحترف. نبدا مع عناوين الصحف والمواقع الرياضيه العالميه، نشوف يا ترى قالت ايه عن هذه التصفيات. نروح لاسبانيا وماركا الاسبانيه، هنبدأ جولتنا في أسبانيا تحديدا مع جريدة ماركا اللي ركزت على تأهل المنتخب الأسباني لنهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على السويد 1-0. كتبت الجريدة نجاح عالمي وهدف لموراتا في الدقيقة 86 بيمنح أسبانيا التأهل المباشر للمونديال. لسه في اسبانيا مع جريده سبورتي الاسبانيه وكمان اكيد ركزت على تالق وتاهل المنتخب الاسباني لكاس العالم 2022 بعد الفوز على السويد 1-0 وكتبت الى نهائيات كاس العالم. وكمان كتبت لويس انريكي ينجح في التاهل بمشروعه الشاب. طبعا ده طبعا بمشروع الشاب نتيجه زي ما بقول لحضراتكم ان المنتخب الاسباني يملك عناصر جيده جدا في مستوى متوسط اعمار لا يزيد عن 22 سنه. كمان الصحيفه تحدثت عن برشلونه ومدربه تشافي وكتبت تشافي يبحث عن لقاء الديربي. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم كل الجرايد وكل الناس منتظره طبعا تشافي وظهوره الاول مع فريق برشلونه من خلال عوده تاني الى الدوريات الاوروبيه. هنسيب اسبانيا ونروح لصحف ايطاليا تحديدا صحيفه كوريري ديل سبورت اللي ركزت على لقاء المنتخب الإيطالي الحاسم أمام منتخب أيرلندا الشمالية للتأهل لنهائيات كأس العالم وكتبت من أجل الحب. طبعا الصحيفة تحدثت عن تأهل صربيا وأسبانيا لنهائيات كأس العالم وكتبت صربيا وأسبانيا إلى المونديال. وكمان كتبت كريستيانو رونالدو وإبراهيموفيتش الصدمات تذهب إلى يعني التصفيات، يعني عندهم كمان يعني زي ما بقول على مستوى النجوم الكبيرة هي ترى هنتحرم من وجود نجوم كبيرة زي رونالدو وإبراهيموفيتش في كاس العالم. ده اللي هنشوفه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.
كمان الصحيفة اهتمت بتصريحات فابيو كانافارو بشأن صراع لقب الدوري الإيطالي، وكتبت مباراة إنتر وإنتر ميلان ونابولي ستقدم يعني إجابات سريعة على حسم الدوري الإيطالي. ويمكن كلام مبكرا شوية، لكن طبعا الإنتر والميلان من ضمن المرشحين بقوة، طبعا مع اي سي ميلان، مع طبعا يمكن غياب اليوفنتوس شوية، لكن الدوري الإيطالي كمان دوري مشتعل. لسه في إيطاليا مع توتو سبورت الإيطالية اللي ركزت على لقاء منتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية، طبعا اللقاء الحاسم لتأهل المنتخب لكأس العالم 2022، وكتبت نحن معك. طبعا ده إشارة للمنتخب، كل جماهير وشعب إيطاليا مع المنتخب الإيطالي من خلال هذه المباراة الفاصلة أمام أيرلندا الشمالية. تعالوا نسيب إيطاليا ونروح لإنجلترا، تحديدا صحيفة ميرور سبورت اللي اهتمت بمباراة المنتخب الإنجليزي أمام سان مارينو لحساب طبعا التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، وكتبت رسالة خاصة لهاري كين، حيث طبعا هاري كين ترى الصحيفة أن هاري كين يعني المباراة كانت بتمثل له فرصة كبيرة جدا جدا للعودة إلى التسجيل وكسر المزيد من الأرقام القياسية. حضرتك عارفين أن هاري كين كمان كان هاتريك في هذه المباراة. على مستوى طبعا تصفيات أفريقيا، على مستوى منتخبنا إن شاء الله كل التمنيات بالتوفيق في مباراة غدا أمام الجابون، إن شاء الله كل التوفيق علشان نكسب. المكسب مهم جدا، تاني بنقول مهم جدا علشان يعني ما نرجعش نندم، لان في خلال بكره في مباريات حاسمه في تصفيات افريقيا للوصول، في الجزائر هتلعب ونيجيريا وتونس. يمكن تعثر احد هذه الفرق مع فوز منتخب مصر قد يكون هو بوابه الصعود للتصنيف الاول في افريقيا، وبالتالي تكون يعني المباراه الحاسمه القادمه في مارس تكون ان شاء الله مصر قادره على الوصول لكاس العالم. وزي ما بقول لحضراتكم رغم كل دوت منتخب مصر منتخب كبير، واللي عايز يوصل لكاس العالم لازم يكون عنده طموح، لازم يكون عنده اصرار، ايا كان الفرقه اللي هتلعبها مين لازم يكون عندك قلب جامد وتقول احنا مصر اكبر دوله على مستوى افريقيا. المستويات يمكن بتزيد شويه في شمال افريقيا، لكن احنا باذن الله قادرين باذن الله الوصول لمونديال 2022. لسه حلقتنا فيها الكتير، هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الناقد الرياضي والمحلل للكره العالميه احمد مجدي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه بامتياز الناقد الرياضي احمد مجدي. مساء الخير عليك يا ابو حميد. مساء الخير يا كابتن هاني، نورنا. شكرا لكلام حضرتك الجميل، وانت اللي منور. لا دايما والله بنستفيد منك يا احمد، ويعني تحليلك رائع وعندك فيجن ورؤيه حاجه يعني مميزه، حاجه محترمه جدا. ربنا يخليك يا كابتن، بعد ما عندك ربنا يخليك. طيب نبدا على طول في يمكن التصفيات الافريقيه، يعني نتكلم بشكل عام شفت هذه التصفيات ازاي، وخاصة ان احنا عندنا كمان منتخب مصر بينهي هذه التصفيات او المرحلة الاولى من التصفيات مع الجابون بكرة، لكن شفت اجماليا الجولة اللي فاتت ازاي من التصفيات الافريقية؟ الجولة اللي فاتت يعني شهدت شوية انقلابات درامية كده في الاحداث، ابرزها طبعا ماتش غانا وجنوب افريقيا وضربة الجزاء المثيرة للجدل اللي انهت حلم جنوب افريقيا المشروع في التأهل، لانه كان المنتخب الجنوب افريقي واصل لمرحله من الجوده في الاداء، وحتى في وسط ماتش غانا كان هو الافضل في لحظات كتيره من المباراه، ولكن ضربه جزاء اعتقد كان فيها كتير من الظلم. باقي النتائج جاءت منطقيه، كان ممكن المفاجاه تحصل في ماتش مصر وانجولا، ولكن الحمد لله عرفنا نتدارك الوضع، ولكن باقي النتائج جت منطقيه لدرجه كبيره، واسفرت عن الاشتباكات اللي هتحصل في اخر جوله واللي كنا توقعناها قبل كده في حلقه من الحلقات بعد الجوله الثانيه، قبل الجولة الثالثة والرابعة على وجه التحديد، اللي هو ماتش اللي هو مشكلة الساحل العاجو والكاميرون، ومشكلة الجزائر وبوركينا فاسو، ومشكلة تونس وغينيا الاستوائية. أعتقد إنه قدامنا يوم باكر ناري في التصفيات الأفريقية هيتحدد عليه كل المشهد كله. إن شاء الله بكرة زي ما بتقول يوم يعني يوم حافل ويوم مهم جدا في هذه التصفيات، لكن تعالوا نشوف تقرير عن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ونرجع مرة ثانية مع حضراتكم. بعد مشوار مثير وساخن يسدل الستار غدا الثلاثاء على مشوار التصفيات الإفريقية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في مرحلة دور المجموعات، حيث تشتعل المنافسة في أربع مجموعات لحسم مقعد البطل الذي يتأهل صاحبه للجولة النهائية والحاسمة من مشوار التواجد في مونديال قطر. وتقام التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في المرحلة الأولى من 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثانية من التصفيات، حيث يلتقي المتأهلون 10 في مباراة حاسمة بين كل منتخبين يسفر عنها تأهل ممثلي إفريقيا الخمسة إلى المونديال. وحتى الآن نجحت 6 منتخبات في حسم تأهلها إلى المرحلة النهائية من التصفيات، وهي منتخب مصر عن المجموعة السادسة، منتخب مالي عن المجموعة الخامسة، منتخب السنغال عن المجموعة الثامنة، منتخب المغرب عن المجموعة التاسعة، غانا عن المجموعة السابعة، وجمهورية الكونغو عن المجموعة العاشرة. أما في باقي المجموعات فيبدو الوضع صعبا والأوراق متشابكة، حيث يملك منتخبان فرصة التأهل في كل مجموعة، وستكون مباراة الجولة الأخيرة حاسمة في مصير بطل كل مجموعة. في المجموعة الأولى الصراع شرس بين منتخبي بوركينا فاسو والجزائر، وفي المجموعة الثانية تشتعل البطاقة بين منتخبي تونس وغينيا الاستوائية، حيث يملك كل منهما 10 نقاط فقط. أما المجموعة الثالثة فيتصدرها منتخب نيجيريا ب 12 نقطة مقابل 10 نقاط لمنتخب الرأس الأخضر كيب فيردي. ويستضيف منتخب نيجيريا الرأس الأخضر غدا في مباراة من نار. وتبلغ الإثارة قمتها في المجموعة الرابعة بين الأسود والأفيال، حيث يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة ب 13 نقطة مقابل 12 نقطة لمنتخب الكاميرون. ويستضيف المنتخب الكاميروني غدا نظيره الإيفواري في مباراة على صفيح ساخن أيضا. طبعا تقرير أكتر من رائع بيبين قد إيه إن بكرة يمكن هيكون الثلاثاء الحسم، بكرة كلها مباريات غاية في الأهمية لحسم المتأهلين للمرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. أحمد، مباريات بكره بشكل واضح ليها تاثير كبير جدا على التاهل يعني المرحله الاقصائيه. كلمني عليها وكلمني هل في مفاجات ممكن تحصل بكره على مستوى النتائج؟ يعني طبعا هي من الناحيه الرقميه كل شيء وارد، ولكن الارض بتنحاز للمنتخبات الكبيره في ماتش بكره، وده شيء ممكن يخلي هامش المفاجات قليل شويه يا كابتن. ولكن من ثلاث او من اربع مواجهات حاسمه ممكن تطلع واحده تعمل مفاجاه كبيره، بالذات فيما يتعلق بمنتخبات التصنيف الاول اللي هي الجزائر وتونس ونيجيريا، لانه احنا كمان من ناحيه منتخب مصر احنا محتاجين منتخب من دول يتعثر. علشان لسه هسالك يا احمد، يعني في جدل كبير جدا وكلام، واحنا حتى بنقول يعني دايما التصنيف الخمسه الاوائل بيفرق في التصفيات الاخيره من الوصول لكأس العالم. شايف ان دوت حقيقي هيأثر على منتخب مصر ان احنا نكون في المرحله الثانيه او في التصنيف الثاني ونقابل فرق كبيره، ولا انت شايف ان لا احنا قادرين حتى لو هنقابل منتخبات زي الجزائر المغرب السنغال احنا قادرين نوصل لكأس العالم، ولا انت شايف الجزئيه دي ازاي؟ بص يا كابتن، في اجابه نموذجيه وفي اجابه منطقيه. قول لي الاثنين. الاجابه النموذجيه ان احنا منتخب كبير وهنعرف نقابل اي حد في اي حته وكده، ولكن المنطق احيانا، وده مش عيب، ينحاز لفترات معينه لمنتخبات معينه. فاحنا مش من مصلحتنا ومش من مصلحه الجيل الحالي للكره المصريه اللي للاسف عانى في وقت كبير جدا من غياب الجماهير وما يعرفش يلعب تحت ضغوط كبيره، مش من مصلحتنا ان احنا نلعب ماتش عوده قدام فرقه زي الجزائر او تونس او المغرب. باختصار شديد، عارف لو كان العكس، لو كنا احنا متاهلين اول وهم الثلاثه في التصنيف الثاني واللي لعب الماتش الاخير في مصر، كان ممكن تبقى العمليه اقل تعقيدا. ولكن مع الفارق الفني اللي لازم نعترف بيه بين الجزائر والسنغال في ناحيه والقاره كلها في ناحيه ثانيه مبدئيا، وبالذات على المستوى الجماهيري بين الجزائر والمغرب وتونس وبين الكره المصريه واستجابه اللاعبين للضغط الجماهيري بالذات المحليين في الوقت الحالي، لان معظم اللعيبه دي حضرت ماتشات على عدد اصابع الايد تقدر تعدها قدام الجماهير.
فما بالك باقوى ضغط جماهيري ممكن من اقوى الضغوط الجماهيريه في العالم انك تلعب منتخبات شمال افريقيا في شمال افريقيا، بالذات لما يكون ضد منتخب مصر ويبقى في شحن جماهيري ويبقى في تاريخ وارث من الـ من الـ من الـ من المعارك الكرويه بين 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 قوسين. فاعتقد لا، انه احنا قدر الامكان محتاجين ان احنا يعني هديه تيجي من منتخبات التصنيف الاول، نطلع تصنيف اول معاهم، وده مكان الطبيعي لمنتخب مصر. صحيح. نلعب مع منتخبات مش اقل قوه، منتخبات قويه جدا، لما نقول لساحل العاج والكاميرون في التصنيف الثاني، ومالي منتخب قوي جدا في التصنيف الثاني، ولكن هيكون الماتش اقل تعقيد واقل شحن، لانه كمان من هنا لحد شهر مارس في حرب اعلاميه ممكن تقوم بين المنتخبات العربيه طبعا حرب اعلاميه حميده في الكوره. صحيح. ولكن اللي اقصده انه لا، يعني من اجل مباراه ما حدش يختار ماتش صعب وماتش سهل ويختار ماتش الصعب، لا عادي، وده مش عيب، يعني ما يعيبش الكره مظبوط. انا بتفق معاك تماما في اللي انت قلته. في وقت من الاوقات للاسف احنا طبعا اسم مصر كبير جدا في كره القدم، لكن في وقت من الاوقات بيبقى سقف طموحنا اكبر من الامكانيات الموجوده. مش عيب ان احنا نقول دلوقتي على سبيل المثال ان المنتخب الجزائري فنيا افضل من المنتخب المصري، ما يعبناش في حاجه، بالعكس ده بيدينا حافز ان احنا لا لازم ده افضل فنيا لينا ان احنا نقول كده. بالظبط، برافو عليك. يعني الشيء الأسوأ ان احنا ندخل ماتش مع الجزائر دلوقتي ونقول ان احنا 50-50. برافو عليك. لا، احنا ممكن نقول ان هم 60-40 ونعمل، يبقى في الخوف اللي احنا بنتكلم عنه في كره القدم اللي بيخلي اللاعب المصري يطلع افضل ما عنده، لان هو من الناحيه الثانيه مشحون جدا وهو لعيب قوي، عندهم دلوقتي اكتر من 120 محترف في اوروبا. صحيح. الجزائر هم اقوى فريق افريقي بدون نقاش، فهو مش من مصلحه مصر ان هي تواجه منتخبات الصف الاول، بالذات انه ماتش العوده هيكون هناك وسط ضغوط جماهيريه احنا مش مؤهلين ليها. حصل معانا، تفتكر طبعا الجيل الكبير والجيل العظيم للكابتن حسن شحاته ومباراه الجزائر، يمكن ماتش مدرمان خرج من الكوره خالص. بالظبط، لانه خرج من الكوره مع ان احنا كنا افضل بكتير على مستوى الاسم، على مستوى اللعيبه، وكانت لعيبه متمرسه على مستوى الجماهير، ولكن كان ضغط مش طبيعي. كنا كلنا نتمنى ان يبقى في منتخب من افريقيا السمراء اللي بنلعبه مكان الجزائر في الوقت ده. مزبوط. عشان يكون الموضوع اقل تعقيدا. مزبوط. فده الفرق اللي قلته لحضرتك بين اجابه نموذجيه واجابه منطقيه. ماشي، انا متفق معاك في الاثنين، وكمان بزيد كمان ان المنتخب المغربي كمان، منتخب المغربي منتخب قوي جدا، منتخب يمكن هو عامل العلامه الوحيد اللي عمل العلامه الكامله لغايه خمس مباريات ب 15 نقطه، لكن كمان زي ما بقول دايما منتخب مصر ان شاء الله باذن الله يكون موجود في المونديال، لكن ناخد العمليه ستيب باي ستيب، يعني بكره ان شاء الله يكون في مباراه جيده على المستوى الفني وعلى مستوى النتيجه، ده مهم جدا، وننتظر يعني طبعا لغايه مارس ونشوف هنقابل مين في التصفيات النهائيه للوصول ان شاء الله ل 2022 في قطر. تعالوا مع حضراتكم نشوف بقى نتائج الجوله، يمكن السته من التصفيات الافريقيه، من خلالها كمان نعرف يعني زي ما احنا قلنا في ست فرق وصلوا اوريدي للمرحله النهائيه، لكن جمهوريه الكونغو والفوز 2-0 على بنين، مدغشقر 1-1 مع تنزانيا، زيمبابوي تعادل 1-1 مع اثيوبيا، مالي بتفوز 1-0 على اوغندا، السنغال بتفوز على الكونغو 2-0، وغانا امام جنوب افريقيا والفوز بضرب الجزاء 1-0. جمهوريه الكونغو طبعا زي ما اتكلمنا يعني ماتش كمان فيه قيل وقال كتير، كمان عملت كومباك كويس قوي، يعني خلال الجولات اللي فاتت كان جمهوريه الكونغو بعيد، كانت محتاجه ست نقط قدام بنين وتنزانيا وخدتهم كلهم. بالظبط. بقيه النتائج امامنا، ناميبيا والهزيمه امام توجو 1-0، كينيا تفوز على رواندا 2-1، النيجر 7-2 على جيبوتي، وغينيا بيساو التعادل امام المنتخب السوداني. يعني على مستوى النتائج اعتقد اللي كانت مفاجاه الكامباك اللي عمله طبعا فريق الكونغو والعوده في خلال الجولتين اللي فاتوا بست نقاط والتاهل رسميا لمرحله الاقصاء، وده اللي كمان بيقول في وجهه نظرك ان حتى المستوى الثاني لا هيكون في فرق على مستوى عالي جدا، وبيكون عندها دايما المستوى الثاني بيبص يعني ان هو يكون عنده اقل ضغوط شويه من الفرق اللي في التصنيف الاول، وبالتالي زي ما انت بتقول ان وارد جدا ان احنا نلاعب فرقه حتى على مستوى التصنيف الثاني لكن فرق قويه يعني. بالظبط، وفي مفاجاه كمان كبيره كانت هزيمه تونس من غينيا الاستوائيه 1-0 طبعا في الامطار الاخيره، كان ممكن تونس يكفيها التعادل عشان تتاهل، ولكن تونس عقدت الموضوع بنفسها. زي ما حضرتك قلت حتى الكونغو مثلا ادي منتخب ممكن الكل يتمنى لقائه على الورق، ولكن التفاصيل بتقول لك ان هو منتخب يمتلك الكثير من المحترفين، يمتلك تطور في الكوره بقاله فتره، يمتلك مدرب بحجم هيكتور كوبر. صحيح. عنده خبرات كتيره، قدر زي ما حضرتك بتقول ان هو
يحقق المطلوب في ماتشين بس، ياخد العلامه الكامله بست نقاط ويجي من بعيد في المجموعه بتاعته. فاعتقد انه لا يعني بشكل عام التصفيات ما فيش حاجه سهله وما فيش حاجه مضمونه، ولكن زي ما قلت لحضرتك كبير لازم اللعيبه تعرف ان هي مستعده لمواجهه اي خصم، ولكن احنا كجماهير بنفضل السيناريوهات الاقل تعقيدا. طيب. مش شرط تكون الاسهل بس الاقل تشابك يعني. صحيح. مش شرط ندخل في شيء صعب جدا على الجيل ده بالتحديد من اللاعبين علشان نقول ان الكره المصريه كده بخير، لا الكره المصريه في خطوات ممكن ناخدها تخليها بخير ونوصل للمستوى اللي احنا عايزينه نفسيا وفنيا وذهنيا، احسن من ان احنا يعني نطمس الفرق الفني الواضح اللي بيننا وبين المنتخبات الكبيره. اتفق معاك يا احمد، وطبعا حتى على مستوى منتخب الجزائر منتخب كبير لكن لغايه دلوقتي لم يحسم الامور، لسه بكره عنده مباراه، وبالتالي زي ما بنقول كره القدم فيها كل شيء وارد، ودليل على كده هنيجي كمان للتصفيات الاوروبيه، منتخب البرتغال الكبير بنجومه الكبار لم يتاهل حتى الان ودخل في البلاي اوف. عندنا حاجات كتيره جدا نتكلم لسه على البطوله او تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، ولسه عندنا تصفيات اوروبا. خليكم معانا بعد الفاصل، ومعانا الناقد الكبير احمد مجد. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. احمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم على طبعا عرفنا ان في ست فرق من افريقيا وصلوا للمرحله النهائيه، بنتكلم على اربع مقاعد. عايز اكلمك سريعا عن الاربع ماتشات اللي بكره هتكون مباريات حاسمه، خاصه مباراه الجزائر وبوركينا فاسو مباراه قويه جدا، وكمان في مباراه ساحل العاج والكاميرون كمان مباراه مصيريه بالنسبه للفرقتين. لكن قبل ما اتكلم معاك في ده، معانا طبعا عبر الهاتف كابتننا الكبير والحكم الدولي المتميز الكابتن ناصر عباس. مساء الخير عليك كابتن. كابتن ناصر مساء الخير عليك. الصوت كابتن ناصر. صوت يا كابتن. بنرحب بك يا كابتن، منورنا في المحترف، وطبعا حكم دولي قدير، وبنتكلم مع حضرتك دايما عن رؤيتك الفنيه من خلال التحكيم عامه بصفه عامه، وخاصه في حالتين. يمكن اكيد حضرتك متابع امبارح التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. عايز اتكلم اولا الحاله الاولى، مباراه جنوب افريقيا وغانا، وطبعا ضرب الجزاء طبعا من وحي الخيال. شايف حضرتك ده ازاي؟ وشايف الحكم السنغالي هل يكون فيه عقوبة؟ هل طبعا جنوب افريقيا قدمت تقرير او قدمت التماس او شكوى رسمية للاتحاد الافريقي؟ شايف المباراة دي ازاي؟ وشايف الحكم ازاي من وجهة نظرك؟ تحياتي لك كابتن هاني، وتحياتك للناقد الجميل كابتن احمد، تحياتي لكم وتحياتي لكل الساده المشاهدين ومتابعي قناه النادي الاهلي. في البدايه عاوز اقول كابتن هاني، احنا عندنا خطأان فادحان للحكمان، الحكم الجنوب افريقي اريك توجو والحكم السنغالي مجيد النضال. خلينا نروح للمباراه الاولى اللي هي مباراه غانا وجنوب افريقيا كابتن هاني، وزي ما حضرتك قلت ان هناك رجل جزاء مش عاوز اقول غير صحيحه مش موجوده بالمره للاسف الشديد من الحكم السنغالي مجيد النضال، احتسب ركله الجزاء لصالح منتخب غانا. وخلي بالك الهدف دوت هو الهدف اللي صعد غانا للادوار النهائيه، وبالتالي في احتجاج رسمي كبير من نادي جنوب افريقيا. هذه المباراه هيبقى فيها كلام كتير جدا جدا يا كابتن هاني، وعاوز بس اوضح نقطه ان مجيد النضاي اخطاؤه متكرره كثيره جدا. اخر مباراه كان النادي الاهلي مع نادي صن داونز، وكان هناك ركله جزاء صحيحه مليون في الميه لمحمد شريف. صحيح. وكان فيها طاقه حمراء للاسف الشديد لم يحتسب، وهنا كانت مشكله كبيره جدا وعلامه استفهام على هذا الحكم. خطا كبير وخطا فادح في مباراه غانا، ساب ركله جزاء غير صحيحه، صعدت غانا، وهنا اعتقد المباراه هيبقى فيها كلام اتحاد دولي اكيد هتدخل. هل ممكن يحصل ايه؟ يعني ممكن يعني احنا ما سمعتش ان مباراه عادت غير مبارياتنا احنا في تصفيات كاس العالم، يمكن امام زيمبابوي دي المباراه اللي شفت الوحيده اللي اتعادت، واتعادت في باريس كمان. هل وارد فعلا يكون العقوبه عقوبه فنيه وتعاد المباراه، ولا ممكن يكون العقوبه بس على الحكم ايقافه لبعض الشهور او انت شايف ايه يا كابتن؟ كابتن هاني، لما بيكون في خطا تقديري يعني هناك ركله جزاء نختلف او نتفق عليها، هنا بنعمل سبورت للحكم المباراه. لما يبقى في خطا ان ركله جزاء غير موجوده، وخلي بالك دي مشكله، وركله الجزاء بالهدف دوت صعدت فريق
اعتقد هيبقى في تدخل، وممكن المباراه انا وجهه نظري ممكن هذه المباراه تعاد ثاني كابتن هاني، لان في مباراه عايزت في تصفيات كاس عالم اعتقد في فتره قبل كده، لان خطا مش موجود. يعني لو احنا قلنا الخطا موجود بنسبه 50 او 40 او 60، هو كان كمان الفار ما كانش موجود في هذه المباراه كابتن، يعني كان ممكن العوده للفار ويعني للتاكد، لكن واضح جدا ان هو حسب ضربه الجزاء وكان مصمم عليها بشكل كبير، يعني رغم اعتراض لاعبي جنوب افريقيا. بالظبط كابتن هاني، هنا بنقول ايه؟ هو غانا صعدت بايه؟ ده غانا كمان صعدت بالهدف دوت، خلي بالك، لان انا تقريبا هم متعادلين، لما تاخذني الذاكره متعادلين في النقاط، وبهذا الهدف صعدت غانا في هذه المباراه بركله الجزاء اللي هي غير صحيحه، خطا تاثير اثر في نتيجه المباراه، وبالتالي لا يعني خطا اعتقد هيكون في كلام كتير جدا جدا. طيب الحاله الثانيه بقى كابتن، الحاله الثانيه يعني الحاله الثانيه في مباراه الكونغو وبنين، وكان الحكم اريك اوتوجو، على فكره اريك اوتوجو من الحكام الكويسين، يمكن انا راقبته في مباراه قبل كده، ولكن هو الخطا هنا مش بس الحكم هيعاقب عليه كابتن هاني، الخطا هيعاقب عليه طاقم التحكيم بالكامل، طاقم التحكيم وايضا الكوميشنر ماتش اللي هو اللي كان موجود في ميدان اللعب اللي هو مراقب. خليني بس اقول لحضرتك واقول يعني هي كمان جت القصه يعني اثيرت للجدل شويه من خلال فريق بنين اللي اعترض بجمله تفصيليه كده ما بين قوسين ان كان في تواطؤ حصل، ان حضرتك عارف طبعا اللي كان مراقب المباراه الكابتن جمال الغندور، وطبعا قالوا ان في تواطؤ حصل ما بين طبعا كابتن جمال الغندور وهكتور كوبر اللي كان المدير الفني السابق، يعني مش تواطؤ، خلينا نقول مجامله، او يعني الموضوع دخل في حته تانية، ان في كابتن في حكم مراقب حكم مصري، وان هكتور كوبر كان المدير الفني لمنتخب مصر الاسبق، وبالتالي اثير الجدل في هذه النقطه. لكن قانونا ومن خلال قانون كره القدم او من يعني لوائح الاتحاد الافريقي، حضرتك شايف المباراه ممكن تروح لفين؟ طيب تسمح لي كابتن هاني بس تديني فرصه اوضح. اتفضل يا كابتن. اوضح للناس، المباراه بيبقى فيها الكوميشنر ماتش اللي هو مراقب المسابقات، ده بيبقى موجود في ميدان اللعب، بيبقى ايضا موجود فيها الكورتينيتور ماتش اللي هو المنسق الامني، بيبقى ايضا موجود في ميدان اللعب. فيما يخص الكابتن جمال غندور وهو ريفري اسيسور، ده ما بيقعدش في ميدان اللعب، بيقعد في المدرجات يا كابتن هاني. تمام. وبالتالي لا عقوبه على جمال الغندور لان هو مش موجود في ميدان اللعب. مش موجود يعني مش هو الحكم الرابع او الحكم بالظبط. مكانه بيبقى موجود في المدرجات. تمام. مقيم المباراه هنا لا تدخل في المباراه باي شكل من الاشكال، ولا ينزل الملعب، ولا يقدر يدي تعليمات للحكام، ولكن هنا زي ما قلت لحضرتك العقوبه هتبقى على طاقم التحكيم بالكامل، وايضا ممكن يكون مراقب المسابقات، لان مراقب المسابقات بيبقى قاعد ايضا لمثل هذه الامور الاداريه البحته. هتيجي تقول لي طب الحل ايه النهارده؟ هقول لك يا كابتن هاني هذه المباراه لم تعاد، او بمعنى صح مش هتتعاد، والمباراه هيتم احتساب النتيجه 2-0، لاننا خطا في الاجراءات. خطا في اجراءات او في تطبيق التبديلات. طيب. مش خطا فني في المباراه يا كابتن هاني، في فرق كبير جدا. لما بيكون في خطا فني الحكم هنا اخطا في تطبيق القانون، ولكن في هذه الحاله هو خطا في اجراءات التبديلات. الحاجه الثانيه هو هنا برضك الخمس تبديلات هو تم تبديلهم في توقيتات اللي هي المفروض ان هي اربع توقفات، المفروض في ثلاث توقفات. في ثلاث توقفات هو عملها في اربعه، اعتقد المباراه مش هتعاد، وايضا هنا هيتم ايقاف اريك الحكم اللي هو اريك اوتوجو طبعا اللي هو دار المباراه وطاقم التحكيم بالكامل، ولكن المباراه لم تعاد زي ما قلت لحضرتك. هو النهارده هو الراجل النهارده هو ايه الهدف يا كابتن هاني من الخمس تبديلات؟ ده السؤال. انت عارف ان احنا الاول كان عندنا ثلاث تبديلات، كان المدرب في اي وقت من حقه ان هو يغير، وبالتالي كانوا بيغيرهم على ثلاث فترات، وهنا منعا لاضاعه الوقت. حصلت فتره التوقف اللي حصلت بسبب كورونا، اللعيبه النهارده قعدت فتره كبيره في البيوت وما قدرتش ان هي النهارده تتمرن، وبالتالي لما رجعت كان في ضغط المباريات، فالفيفا اعلنت ان يبقى في خمس تبديلات عشان خاطر الحمل التدريبي الزايد او حمل الماتشات، وبالتالي عملت الخمس تبديلات، وهي ده برضه خلي بالك بتقع تحت لائحه المسابقات، يعني ممكن في نادي او في اتحاد ما يطبقش الخمس تبديلات، هي بتبقى موجوده في لائحه المسابقات. فيما يخص الخمس تبديلات اعتقد النهارده هم المشكله في ايه؟ المشكله في ان الخمس تبديلات اتغيروا على اربع مرات، وهنا ما فيش مشكله، ما فيش حد اثر في نتيجه المباراه كابتن هاني. صحيح. السؤال هنا لو لاعب مصاب وخرج وتم تبديله بالتبديل دوت، واللاعب دوت نزل مكان اللاعب مصاب، هنا نقول
لو الفريق دوت اتغلب يبقى هنا اللاعب ده اثر في نتيجه المباراه كابتن هاني، وهنا يبقى في كلام ثاني خالص. يعني من الواضح ان هذه التغييرات او الخطا في التغييرات الاربعه ما كانش ليه سبب واضح في نتيجه المباراه، وبالتالي هيكون في عقوبه اداريه على الحكام بشكل مباشر. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا. معايا كابتن سؤال اتفضل. نفس الحاله احمد عايز يسالك. اتفضل. ازيك يا كابتن فضل. ناصر. كابتن احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ بقول لك بقول لحضرتك يا كابتن، الجهه المختصه بالتحقيق في الواقعه دي هل هي الاتحاد الافريقي لكره القدم ولا الاتحاد الدولي لكره القدم؟ الاتحاد الدولي، لان دي هذه المباراه تتبع تصفيات كاس العالم يا كابتن احمد. ولكن مش عشان طاقم التحكيم تابع للاتحاد الافريقي هو اللي يختص بالنظر في المساله. بص يا كابتن احمد، المباريات القاريه الخاصه بالقاره اللي هي زي مثلا البطولات اللي هي الداخليه، بطوله ابطال، المباريات اللي انت عارفها بتبقى داخل القاره، هذه تصفيات كاس العالم بتبقى تتبع الاتحاد الدولي. حتى لما بيجي يتم اعتماد الحكام، الاتحاد الافريقي بيرشح الحكام والاتحاد الدولي هو الذي يعتمد هذه التعيينات، ممكن يعترض، ممكن يقول لهم لا اشيلوا حكم وحطوا حكم وهكذا. الاتحاد الدولي النهارده هو النهارده الفريق فريق بنين او فريق جنوب افريقيا هو النهارده بيرفع احتجاجه للاتحاد الدولي من خلال الاتحاد الافريقي. وزي ما قلت لحضرتك في المباراتين، المباراه اللي هي اربع تبديلات اعتقد ان مفيش هيبقى فيها اعاده وهتعتمد النتيجه، ولكن هيبقى في ايقاف للطاقم التحكيم بالكامل وايقاف لمراقب المسابقات، ولكن الكابتن جمال غندور زي ما قلت لحضرتك لا ايقاف لجمال غندور بريء من هذه الواقعه، عشان بس الناس تبقى واضحه ان جمال غندور قاعد في المدرجات فوق ليس له اي تدخل ومش من حقه ينزل ميدان اللعب الا بعد انتهاء المباراه. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ودايما يعني بيتشرفنا بمعلوماتك الثريه، شكرا جزيلا. خلاص الامور وضحت، لكن هو بيقول احتمال كبير يكون مباراه غانا وجنوب افريقيا ستعاد مره ثانيه. انا ما اعتقدش الامور هتبقى صعبه جدا، لكن خلينا نتكلم في اللي جاي، نتكلم على الاربع فرق او اربع مباريات الحاسمه. اخدك لمباراه الكاميرون وساحل العاج. مباراه الكاميرون وساحل العاج مباراة يعني قوية جدا جدا، نشوف الترتيب المجموعة الأول عشان نعرف كمان يعني فرص الفرقتين للوصول لطبعا التصفيات النهائية. منتخب ساحل العاج عنده 13 نقطة، منتخب الكاميرون عنده 12 نقطة. المباراة أعتقد في الكاميرون، يعني مباراة تقام في الكاميرون. شايف فرص مين أفضل؟ المنتخب الكاميروني لازم يفوز، منتخب ساحل العاج يكفيه التعادل في هذه المباراة. يعني هي نسبة 50-50، والمجموعة دي كنا اتكلمنا قبل كده يا كابتن ان هي الأكثر تشابكا من بدري، يعني صحيح لأنها صحيح تضم منتخبين من بين الأكثر إرثا كرويا في القارة الأفريقية. الكاميرون تاريخه مع المباريات الفاصلة اللي من هذا النوع على أرضه بالذات سيء جدا، ونتذكر الماتش اللي احنا تسببنا فيه في إقصاء الكاميرون من كأس العالم 2006، كان سنة 2004، 1-1 هدف محمد شوقي و وصامويل إيتو اللي اهدر فيها ويبو ركله الجزاء في اخر الدقائق. تكهن بنتيجه المباراه دي صعب جدا جدا يا كابتن، ما فيش فرقه حظوظها اكبر من فرقه، وان كانت الكاميرون تملك افضليه الارض والجماهير، ولكن ساحل العاج مش هيتنازل عن التاهل لكاس العالم اللي اصبح معتاد في القرن الجديد. صحيح. على المستوى الاخر او المجموعه الاولى، منتخب الجزائر امام منتخب بوركينا فاسو. ايضا انا كنت متوقع ان منتخب الجزائر سيحسم هذه المجموعه من بدري شويه، لكن الوصول للجوله السابعه ومنتخب الجزائر يكفي التعادل، هو عنده 13 نقطه، ومنتخب بوركينا فاسو اللي كان مفاجاه بالنسبه لي عنده 11 نقطه. شايف برضو المباراه ازاي ومين الاقرب؟ هل يكون في مفاجاه ولا منتخب الجزائر قادر على حسم هذه البطاقة؟ منتخب الجزائر في المباراة الأولى مع بوركينا فاسو تعرض لإحراج شديد جدا جدا جدا، وكان هيستقبل هدف في الدقائق الأخيرة من بوركينا فاسو، كان هيقلب المجموعة كلها رأسا على عقب. فبوركينا فاسو عندها فرصة المفاجأة، والغريب أكتر أن الجزائر والمغرب كانوا محظوظين جدا في مشوار التصفيات دي أن هم لعبوا ماتشات قليلة جدا بره أرضهم. صحيح. ولما راحوا بره أرضهم راحوا القاهرة، يعني المغرب ما راحتش خالص تقريبا بره أرضها لأن معاها غينيا وغينيا بيساو، والسودان الثلاثه كانوا بيمروا بظروف سياسيه منعت من اقامه مباريات المغرب في اراضيهم. فالمغرب لعبت تقريبا كل ماتشاتها خمس مباريات على ارضها داخل الارض المغربيه، وعشان كده ده برضو بيدي الارم للمنتخب المغربي انه يعني لازم احيانا، يعني مثلا منتخب مصر مر بتدرجات في الخصوم شويه بتجهزه ممكن للمرحله الاقصائيه بشكل افضل، ولكن منتخب المغرب ما خدش تصفيات تقريبا ممكن تكون نتاج خادعه لحد كبير. بالظبط. لكن بيستبدل وحيد خليلوزيتش المساله دي يا كابتن بفرض يعني نظام
انضباطي صارم في معسكر المنتخب المغربي، وهو ده اللي عانى منه منتخب المغرب في السنوات الأخيرة. أي لعيب بتبدر منه ذرة خلاف مع خليلوزيتش بيستبعد تماما بما فيهم حكيم زياش، زي ما شفنا في الآونة الأخيرة. نرجع لماتش الجزائر وبوركينا فاسو، أعتقد لسه الجزائر ما حسمتش كل حاجة، وإن كانت طبعا صاحبة الحظ الأكبر، ولكن لو في مفاجأة مرجحة في الماتشات دي أعتقد أن الجزائر معرضة لمفاجأة لو هي ما حسمتش اللقاء بدري، أو الماتش اتصعب على لاعبتها، أو يعني استنت وقت كتير على ما تحرز الهدف الأول. صحيح، لو اتكلمنا أن الجزائر يعني يكفيها التعادل، كمان عندنا مباراة مهمة جدا، تونس وغينيا الاستوائية، تونس وزامبيا، آسف، يعني تونس عندها 10 نقاط، فشايف أن كمان تونس اتأخرت شوية في عملية التأهل وقادرة على الوصول للدور الإقصائي أو الدور النهائي. طبعا تونس دفعت ضريبة استقبال هدف ساذج في ملعب غينيا الاستوائية. تونس عندها على فكرة خصم صعب، وإن كان في ملعب رادس الأمور بتكون أسهل شوية على المنتخب التونسي مع الشحن الجماهيري وما إلى ذلك، ولكن مشكلة إن أنت ما تواجهش الخصم المباشر ليك في المرحلة النهائية بتعرضك لعملية حسابية مختلفة شوية. وقدامنا طبعا عملية معقدة جدا، تونس في طبعا المركز الأول 10 نقاط، غينيا الاستوائية 10 نقاط، زامبيا 7، موريتانيا هدف، فطبعا تونس على سبيل الفوز لازم تكسب عشان تضمن التأهل، لأنه كمان زامبيا عندها لسه فرص، زامبيا عندها فرص تمام، لو بس طبعا بمفاجأة كبيرة جدا تحصل ان موريتانيا تكسب غينيا الاستوائية وزامبيا تعوض فرق الأهداف اللي بينها وبين تونس، فكل المجموعة تشابكت نظرا لاستقبال هدف ساذج جدا في غينيا الاستوائية. أعتقد تونس أقل المستويات المنتخبات ذات التصنيف الأول فنيا، وإن كانت مواجهتها لو اتفرضت علينا مثلا هتكون معقدة برضو نظرا للشحن الجماهيري والضغوطات الإعلامية اللي هتصاحب المباراة، ولكن تونس عقدت موقفها بشكل كبير. وكذلك المجموعة اللي احنا توقعنا أنها ممكن تحصل فيها مشكلة برضو، مجموعة نيجيريا وكاب فيردي أو الرأس الأخضر، قلنا أن منتخب الرأس الأخضر آخر 6 سنوات من ساعة ما بدأ يوصل لمحطات بعيده في كاس الامم الافريقيه، ومن ساعه ما بدا يفرز لعيبه في الدوري البرتغالي والدوريات العربيه، ومنها الجنيني اللي لعب في اهلي جده وقدم مردود اكثر من ممتاز وكان على لائحه الهدافين في اكثر من موسم. اعتقد الراس الاخضر بيثبت المساله دي، بيثبت ان احنا يعني توقعنا المجموعه دي تتشابك. خلينا نتكلم اكتر عن طبعا مباراه كبيره، اكيد مباراه نيجيريا ومنتخب الراس الاخضر، وزي ما بيقول احمد مفاجاه كبيره ان الراس الاخضر كمان موجوده في المركز الثاني. نيجيريا يعني من الفرق الكبيره وفي التصنيف الاول، يهمها جدا الفوز في هذه المباراه، لكن هنشوف يمكن المباراه دي رحل فين، ويمكن المجموعات الثانيه كمان هنشوف رحل فين، بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. احمد كنا بنتكلم على المجموعه الثالثه، المجموعه الثالثه طبعا واللي بتتصدرها نيجيريا، لكن مباراه مهمه جدا على مستوى النتيجه، على مستوى كمان تاهل نيجيريا الى المرحله النهائيه من تصفيات افريقيا. كنت بتقول ان المباراه صعبه رغم تفوق نيجيريا في عدد النقاط، لكن المباراه مش سهله. هي مباراه مش سهله نظريا، ولكن برضو تظل نيجيريا رغم تطور الراس الاخضر تظل نيجيريا صاحبه اليد الطوله يعني في 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 في, في المباراه دي، لانها على ارضها ولان في فرق كبير بين السكواد هنا وهنا، ولكن ضروري نشير الى تطور المنتخبات الافريقيه اللي ما كانتش في الحسبان زي الراس الاخضر. زي ما كنا بنقول في مرحله الاقصائيات ان في منتخبات مهما كان تصنيف اول او ثاني ما بعدش فريق سهل في افريقيا زي ما احنا شايفين غينيا الاستوائيه لحد اخر لحظه عامله قلق لتونس في التصفيات، بوركينا لحد اخر لحظه بتهدد امال الجزائر، ومالي حسمت تاهلها للمرحله الثانيه. فاعتقد انه يعني ده ضروري نشير ليه ان في تطور كبير، وان كل شيء وارد في الكره، 1-0 بكره ميته مش مخطط لها ممكن تنهي امال نيجيريا تماما. فاعتقد انه ما عادش فريق سهل في افريقيا بالشكل اللي يخلي القوى الكلاسيكيه تطمئن لاي مواجهه. عندك حق. نخش كمان على المجموعه الرابعه، كمان المجموعه الرابعه زي ما انت قلت يمكن الكاميرون بتستضيف ساحل العاج، ومباراه لا تقبل القسم على الاثنين بالنسبه للمنتخبين يعني. لا تقبل القسم على الاثنين، وزي ما قلنا ما فيش فارق فني كبير قوي، وان كان الاستقرار المادي والفني يصب في مصلحة ساحل العاج، وإن كان فرق النقاط يصب لمصلحة ساحل العاج اللي يكفي التعادل بس، ولكن استقبال الكاميرون لفريق في أرضها على ماتش واحد قد يطيح بها من التأهل لكأس العالم، أعتقد إن هي هتبقى ليها حماس كبير ودافع معنوي كبير يخلي الكاميرون تقدم أفضل مستويات. أنا بتفق معك تماما، ودايما بنقول يمكن حتى على مستوى المنتخبات اللي زمان كنا بنقول إنها منتخبات ضعيفة، منتخبات
تصنيف تاني او تالت. اعتقد المقولة دي خلاص انتهت من الكرة الافريقية بشكل كبير جدا. بنشوف فرق كبيرة غينيا الاستوائية بتقدم عروض اكتر من رائعة، بنتكلم على منتخب مالي ضمن التأهل، بنشوف منتخب الجزائر لغاية دلوقتي لم يتم التأهل. فخريطة الكرة الافريقية عامة خلال الخمس سنين اللي فاتوا اعتقد غيرت بشكل كبير. وزي ما بقول ان شاء الله اللي عايز يروح كاس العالم ان شاء الله يفوز في جميع المباريات، واحنا قادرين باذن الله للوصول لكاس العالم. نشوف مع حضراتكم ونشوف معاك يا احمد ترتيب المجموعات العشر. طبعا العشر مجموعات زي ما نتكلم كان في عشر مجموعات بالنسبه للتصفيات الافريقيه، التاهل للاول لعشر فرق، ويبقى الدور النهائي او المرحله النهائيه في مارس بطبعا ترتيب او بنظام النوك اوت، مباراه عوده وذهاب وعايده. وطبعا ست فرق على المستوى الافريقي لغايه دلوقتي وصلوا. نشوف ترتيب المجموعات لو جاهزه معانا. اعتقد مش هتقل يعني، انا في اعتقادي الشخصي لو هيبقى في مفاجاه هتبقى على مستوى تونس. دي طبعا ترتيب المجموعه الاولى، الجزائر في المقدمه ب 13 نقطه، بوركينا فاسو في المركز الثاني، ومباراه مصيريه الجزائر وبوركينا فاسو بكره لحسم طبعا التاهل للمرحله النهائيه. طبعا النيجر في المركز الثالث وجيبوتي بدون نقاط. دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه تونس 10 نقاط، غينيا الاستوائيه 10 نقاط، زامبيا 7، موريتانيا 1، ولقاء القمه ما بين تونس وغينيا الاستوائيه غدا لحسم هذه المجموعه. المجموعه الثالثه نيجيريا في المقدمه 12 نقطه امام الراس الاخضر في 10 نقاط، وايضا مباراه لتحديد مصير نيجيريا في النهائيات ام يكون مفاجاه الراس الاخضر. المجموعة الرابعة ساحل العاج 13 نقطة، الكاميرون 12 نقطة، ومباراة الغد على أرض الكاميرون، الكاميرون تستضيف ساحل العاج، والتعادل يكفي ساحل العاج للصعود للتصفيات النهائية. المجموعة الخامسة مالي ضمنت التأهل ب 16 نقطة، وأوغندا المركز الثاني ب 9 نقاط، كينيا ورواندا في الثالث والرابع. مؤسسة مصر طبعا والتأهل ب 11 نقطة، الجابون 7 نقاط، ليبيا 6 نقاط، أنجولا 4 نقاط. المجموعة السابعة غانا في 13 نقطة والتأهل على حساب جنوب أفريقيا بضرب الجزاء، وجنوب أفريقيا ب 13 نقطة، لكن فرق الأهداف أو فرق هدف ضربة الجزاء في مباراة الأمس حسم الأمور لصالح غانا. أثيوبيا وزيمبابوي في الثالث والرابع. السنغال 6 مباريات ب 16 نقطة، والصعود توجو في المركز الثاني 8 نقاط، ناميبيا والكونغو في الثالث والرابع. طبعا المغرب العلامة الكاملة لغاية دلوقتي 5 نقاط 15 نقطة من 5 مباريات والتأهل، غينيا بيساو في المركز الثاني، غينيا والسودان في الثالث والرابع. اخر مجموعه الكونغو والكام باك الرائع والعوده وتصدر المجموعه ب 11 نقطه، بنين في المركز الثاني ب 10 نقاط، تنزانيا ومدغشقر في الثالث والرابع. ده كان ترتيب الفرق وترتيب مجموعات المؤهله لكاس العالم، التصفيات الافريقيه لكاس العالم. زي ما بقول لحضراتكم بكره يوم الحسم لاربع فرق للصعود، مع الست فرق اللي وصلت اوريدي للمرحله النهائيه. طبعا مباريات قويه جدا جدا على مستوى الصعود. تعالى نسيب افريقيا ونروح لاوروبا. كمان اوروبا شفت الجوله عامه ازاي؟ ايه المفاجات؟ وقفت عن انهي مباراه فيها؟ الجوله كانت مليئه بالمفاجات، خصوصا طبعا تعثر البرتغال على ارضه بالهزيمه من صربيا وباداء قوي جدا من منتخب صربيا. طبعا كان في مفاجاه ثانيه، منتخب مونتينيجرو لما فرض التعادل على منتخب هولندا وعرض اماله للخطر بشده في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم، بل وخلاه مهدد بعدم التأهل حتى للملحق بالتعادل معاه 2-2 في مفاجأة غير متوقعة، لما كانت هولندا بتحتفل أساسا بالفوز والتأهل لأنها كانت جايبة 2-0 في هدفين متأخرين من مونتينيجرو وفرضوا تعادل مفاجئ جدا. أعتقد إيطاليا طبعا التعثر قدام سويسرا بضربة جزاء في الآخر، جورجينيو أهدرها بغرابة، وللملحوظه جورجينيو من ساعه لما خد افضل لاعب في اوروبا اهدر ثلاث ركلات جزاء مع منتخب ايطاليا، اخر ثلاث ركلات جزاء مع منتخب ايطاليا اهدرهم جورجينيو بغرابه شديده. كان مهم جدا ضربه جزاء، حتى يعني بعد المباراه جورجينيو كان حاسس بتانيب الضمير وكان يعني خارج زعلان جدا، لان المباراه اولا كانت مباراه صعبه جدا على المنتخب الايطالي، المنتخب السويسري بيقدم
مستويات منتخب متطور جدا 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 جدا, جداً, جداً وكان قريب جدا كمان للفوز، لكن ضربة جزاء في الدقيقة 88 جورجينيو المتخصص يعني بيهدرها بغرابة شديدة جدا جدا, جداً. حتى ما لعبش الستايل بتاعه، يعني هو دايما بياخد يعني بياخد خطوة يقف ويلعب، لكن هو اعتقد كان في توتر كبير نتيجة ظروف المباراة نفسها، يعني نتيجة ظروف المباراة نفسها. وجورجينيو أداءه متأثر من بعد اليورو حتى مع تشيلسي، لأنه زي ما يعني اتحط في ضغط كبير جدا ومقارنات كتيرة جدا، وفجأة لقى نفسه في كاتيجوري تاني في الكورة، خلى عليه مسؤولية كبيرة جدا، انه بيقود خط وسط تشيلسي كل اسبوع، انه بيقود امال المنتخب الايطالي، وفي ناس بترشحه للكرة الذهبية. اعتقد كل الهالة دي اثرت على ادائه جدا مع منتخب ايطاليا ومع تشيلسي في الاونة الاخيرة، وكانت سبب اكيد مش كل السبب بس من ضمن اسباب التوتر طبعًا اللي بيمر بيه جورجينيو في الاونة الاخيرة مع منتخب ايطاليا. طيب خلينا نقف شوية عن مباراة طبعا البرتغال وصربيا. البرتغال وصربيا كان يكفي المنتخب البرتغالي التعادل في هذه المباراة للتأهل مباشرة يعني، لكن شفت اولا المباراه ازاي فنيا، هل كان منتخب البرتغال يستحق الهزيمه؟ هل ممكن كان منتخب صربيا في رايي بيقدم كره رائعه، هل فعلا يستحق المكسب في الدقائق الاخيره؟ شفت المباراه فنيا ازاي؟ طبعا البرتغال يعني من الاشياء اللي خلت اداؤه تاثر في المباراه دي الهدف المبكر اللي سجله عن طريق ريناتو سانشيز، فظن انه المهمه انتهت، ولكن اللي حصل ان صربيا من بعد هدف ريناتو سانشيز مباشره كما لو كان بيلعب في أرضه وكما لو كان هو البرتغال، يعني منتخب متطور جدا وبيستفيد من الكرة الهجومية اللي بيلعبها مدربه دراجان ستويكوفيتش، وبيستفيد من تألق استثنائي من دوسان تاديتش، ومن تألق مهاجمه متروفيتش. الصربي عندها خط هجوم وخط وسط ممتاز جدا في السنوات الأخيرة، كان محتاج حاجة زي دي، تأهل مباشر لكأس العالم بالشكل ده قدام خصم زي منتخب البرتغال وقدام لاعب بحجم كريستيانو رونالدو علشان يفرض نفسه، لأن يعني من بعد ما يوغوسلافيا تفككت من الآخر، من بعد تفكك منتخب يوغوسلافيا أعتقد أن منتخب صربيا ما وجدش نفسه أو ما وجدش إمكانياته، وعانى كتير تنظيميا وفنيا وما إلى ذلك، ولكن الجيل الأخير للكرة الصربية بيقدم مستويات ممتازة، وتاديتش على وجه التحديد في التصفيات دي وخصوصا في ماتش البرتغال قدم ماتش اكتر من رائع. صربيا في كل ارقام المباراه استحواذ وتسديدات وكل حاجه تفوقت على البرتغال، والغريب ان ده كان في البرتغال قدام ملعب ممتلئ بالجماهير في وجود كريستيانو رونالدو في وجود كامل نجوم المنتخب البرتغالي. اعتقد الهدف المبكر لريناتو سانشيز ريح البرتغال وخلى صربيا دخلت في المباراه بشكل اكثر حريه، وخلى صربيا افضل بكتير من البرتغال في معظم اوقات المباراه. صحيح، ويمكن برضه عايز اسالك على نظام التصفيات الاوروبيه لان ده مهم جدا. دلوقتي خلاص البرتغال عندها دخلت البلاي اوف، فعايزين برضه نشرح للساده المشاهدين، هم كانوا 10 مجاميع خدوا الاوائل بيوصلوا دايركت، وفي الثاني بيوصل بلاي اوف. اشرح لنا نظام برضو تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم. طبعا كل جماهير كريستيانو رونالدو وكل محبين كريستيانو رونالدو ومحبين البرتغال ومحبين كره القدم بشكل عام قلقانين جدا أكيد على عدم احتماليه عدم وصول كريستيانو رونالدو لكاس العالم، وخصوصا ان ده ممكن يكون اخر كاس عالم ليه بحكم العمر وبحكم حاجات كتيره، ولكن الموضوع مش مقلق قوي. يعني هي القصه انه نظام التاهل عن القاره الاوروبيه، اوروبا ليها 13 مقعد، 10 اوائل بتاع ال 10 مجموعات دول بيتاهلوا مباشره، بيبقى ثلاث مقاعد. بيحسموا ازاي؟ العشر ثواني كده، احنا عملنا 10 منتخبات اللي هو البرتغال بقى واحد منهم دلوقتي بعد ما تعرض للهزيمه من صربيا وخلاص بقى في المركز الثاني. العشر ثواني دول بيضاف ليهم منتخب، بيضاف ليهم ثلاث منتخبات جايين من بيضاف ليهم معلش منتخبين جايين من الدوري الاوروبي في اصحاب التصنيف الاول في الدوري الاوروبي فيما عدا المربع الذهبي، فيما عدا منتخبات المربع الذهبي اللي تاهلت للمرحله الاقصائيه من الدوري الاوروبي. ال 12 منتخب دول بيتم تصنيفهم في ثلاث مجموعات، كل مجموعه بتتكون من اربع منتخبات بيلعبوا نص نهائي ونهائي، ماتش واحد بيتم تحديد مكانه وفقا لتصنيف المنتخبات اللي في المجموعه. بيتاهل من كل مجموعه صاحب المركز الاول اللي هو كسب نص النهائي والنهائي، وبكده تحسم اوروبا الثلاث مقاعد اللي بتضاف للعشر الاوائل، وكده اوروبا بتكمل ال 13 مقعد. فالبرتغال هتكون على راس مجموعه من ثلاث مجموعات هتكون مطالبه بالفوز في مباراتين في الملحق، لان ما دون الفوز في المباراتين في الملحق هيعني تهميش وانتهاء امال كريستيانو رونالدو ورفاقه في التاهل لكاس العالم. ولكن البرتغال ممكن تكون هي الاكثر تصنيفا اساسا في كل منتخبات الملحق، فهتضمن انه الماتش هيتلعب في ارضها، الماتشين هيتلعب في ارضهم ده اولا،
هتضمن انه المنتخبات يعني لحد دلوقتي اللي بتأهل معاها السويد ومتأهل معاها اسكتلندا ومتأهل معاها مقدونيا الشمالية، اعتقد انه كمان البرتغال ليها سجل ممتاز في الملحق، لان اخر كاس عالم اللي هو 2014 كاس العالم قبل الاخير كان عندها جولة رهيبة في الملحق مع السويد، الماتش اللي خلص 3-2، 3 اهداف كريستيانو رونالدو وهدفين زلاتان. وده قاله يمكن كريستيانو رونالدو من خلال التويت، قال لك يمكن دايما احنا احيانا بننتظر للمحطات الاخيره كي يصبح التاهل افضل او حاجه شبه كده. فاعتقد المساله مش مقلقه قوي، وان كان من الاجدى حسم المساله، ولكن زي كريستيانو رونالدو كما لو كانت اللحظات الفارقه بتطارده يعني. صحيح. يعني ما ينفعش تاهل تاهل عادي، لازم تاهل ماراثوني كده علشان يخطف الاضواء كالعاده، ودي الحاجه اللي هو بيحبها دايما. صحيح صحيح. خلينا كمان بعد الفاصل لسه عندنا هنشوف المنتخبات على مستوى اوروبا، مين المنتخبات اللي اوريدي حجز التذكرة إلى الدوحة للوصول لكأس العالم 2022، مع نشوف مع حضراتكم ده ونتابع كل الأخبار العالمية من خلال وجود طبعا الناقد الرياضي أحمد مجدي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف. أحمد، خلينا نقول إن لغاية دلوقتي في 7 فرق على مستوى أوروبا وصلوا لكأس العالم، طبعا ألمانيا، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا وصربيا. عايز أخد منتخب وسريعا تقول لي كلمه عليها. منتخب الالماني، منتخب الالماني حسم من بدري جدا التاهل بنتائج كبيره جدا وبعلامه شبه كامله، لان هو تعرض للهزيمه في مباراه وحيده 27 نقطه من 10 مباريات. فاعتقد انه يعني كان شيء متوقع في مجموعه كمان ما كانش فيها كتير من التعقيد على المنتخب الالماني. طيب الدنمارك، الدنمارك زي كل ما بنيجي نتكلم عن الدنمارك وفعلا الكلام بيطول عن المنتخب ده، ولكن خلينا نشير الى ارقام كاسبر هيولمند مدرب المنتخب الدنماركي في حوالي سنتين مع المنتخب الدنماركي. الراجل ده لعب 24 مباراه مع المنتخب الدنماركي وهزم فقط في 5 منهم، 2 في اليورو، واحده منهم اللي هي ريكسن سقط في الارض قدام فنلندا وكان رجوع الدنمارك في النتيجه مش منطقي، والثانيه في نص النهائي قدام انجلترا. غير كده هو خسران 3 مباريات بس في اكتر من سنتين، فيهم تصفيات وفيهم يورو وفيهم اكتر من سياق، فيهم دوري امم اوروبيه وفيهم خصوم مختلفين. التصفيات دي بيقدم العلامه الكامله لحد دلوقتي، المنتخب الوحيد في اوروبا اللي بيعمل العلامه الكامله لحد دلوقتي، لم يستقبل سوى هدف وحيد، سجل 30 هدف. فاعتقد احنا قدام منتخب كبير جدا 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 بيعاد تشكيله في اوروبا. شباك نظيفه على مستوى 14 مباراه شباك نظيفه، فكمان ده رقم كبير جدا ورقم عالي. فبنتكلم على الدنمارك دايما، الدنمارك خاصة خلال السنين اللي فاتت وده اللي اتثبت في اليورو، منتخب قوي جدا جدا على مستوى الهجوم على مستوى الدفاعي، وفي استراتيجي كده ليهم شكل معين في طريقة اللعب يعني. غير ان عندهم اكتر من قائد في الملعب، يعني لما كان إريكسن موجود كان بيمارس الدور ده، مارتن برايس وايت في الهجوم، يوسف بولسن، عندهم أولسن، عندهم سيمون كاير في الخلف، عندهم كاسبر شمايكل ورا ده كله. صحيح. فانت بتتكلم في منتخب، لا غير كمان الفني وغير اداء المدرب، لا منتخب ذهنيا ونفسيا حاضر بشكل كبير. والمنتخب اللي يتعافى من صدمه إريكسن في الملعب دي اللي هو نجم فريقك يعني قاب قوسين او ادنى من مفارقه الحياه اساسا، ويتعافى في نفس البطوله يوصل لنص النهائي ويكون خروجه بضرب بسيناريو تحكيمي مثير للجدل، اعتقد ان منتخب الدنمارك بيقدم نفسه فعلا كمنتخب كبير جدا قادر على العوده لامجاد منتخب 92. طيب على مستوى طبعا المنتخبات القويه جدا، منتخب اسبانيا والوصول لطبعا نهائيات كاس العالم 2022، وكانت مباراه قويه جدا جدا ما بينه وما بين منتخب السويد. شفت برضو المباراه ازاي فنيا يعني؟ يعني آن الاوان ان الناس تقدر لويس انريكي اكتر من التقدير اللي هو بيحظى بيه، لانه اصر على اكتر من فكره واثبتت كلها نجاح باهر في مشوار تصفيات طويل. هو وصفه نفسه ان هو اصعب من اليورو واصعب من كاس العالم واصعب من اي حاجه هو خاضها قبل كده، لانها مشوار تصفيات طويل جدا. طيب اصر على الاعتماد على الشباب، تشكيله شابه كتير منها بيلعب مباراته الدوليه الاولى، لعب مباراته الدوليه الاولى تحت امره لويس انريكي، منهم على سبيل المثال جافي لاعب برشلونه اللي بيقدم نفسه كواحد من افضل لاعيبه خط النص الشباب في الوقت الحالي. ولويس انريكي ما استكبرش ان هو يدفع بيه اساسي في كذا ماتش مع منتخب اسبانيا في مرحله مهمه جدا من التصفيات. صحيح. بل كان افضل لاعب في مباراه السويد دون منازع براي الجماهير وبراي النقاد وبراي الاتحاد الاوروبي كمان. جافي اثبت نفسه بشكل كبير، ضم عناصر زي داني اولمو،
ادى فيران توريس خلال السنتين اللي فاتوا اهميه كبيره، كان عنده ماركو اسينسيو بس سوء مستوى مع ريال مدريد في الاونه الاخيره اخرجه شويه من حساباته، بدا يتكلم عن ضم عناصر زي نيكو جونزاليس من برشلونه خط دفاع شاب بالكامل عنصر الخبره اللي فيه جوردي البا، الناس انتقدته علشان الحرس القديم زي ما بيقولوا بتاع ريال مدريد ما بقاش بيستدعى، سواء داني كارفخال اللي دخل اول معسكر من مده طويله، اول لاعب من ريال مدريد يدخل معسكر من فتره طويله جدا مع لويس انريكي اصر على المساله دي، سيرجيو راموس ما بقاش موجود في خطط لويس انريكي، الحراس بيتم الروتيشن بينهم بشكل منتظم، هو عمل ثوره كبيره جدا، ولولا سوء الحظ اللي صادفه في اليورو كان ممكن نلاقيه طرف في المباراه النهائيه، وكان ممكن يكون المنتخب الاكثر حظا، ولكنه خرج بركلات الجزاء قدام منتخب ايطاليا البطل، فاعتقد ان عمل ده كله بمنتخب تشكيلته اغلبها من الشباب وبافكار يصر عليها وبعناصر يصر عليها زي الفارو موراتا رغم الضغط الجماهيري الكبير، الفارو موراتا هو اللي بيهديه بطاقه التاهل لكاس العالم في الدقائق الاخيره، فاعتقد لويس انريكي محتاج تقدير كبير جدا على المجهود اللي هو بذله خلال السنتين اللي فاتوا مع منتخب اسبانيا والافكار اللي هو اصر عليها واثبت. لا من الواضح كمان يا احمد ان منتخب اسبانيا حتى في كاس العالم نقدر نقول ان هم على الاقل مرشحين للمربع الذهبي في كاس العالم بهذا الاداء والعناصر الشابه الموجوده فيها، اعتقد منتخب اسبانيا بيقدم كره رائعه. على الجانب الاخر منتخب السويد اللي في اعتقادي بيقدم مباراه لا باس بها وكان قريب جدا كمان لاحراز هدف وحدوث مفاجاه كبيره، اخد رايك في منتخب السويد وخاصه ابراهيموفيتش اللي شارك يمكن في الدقيقه 65 في سن ال 40 سنه ولا زال يستمر على المستوى الدولي. فقط حظوظ منتخب السويد في الماتش اللي قبل مباراه اسبانيا اعتقد كانت قدام منتخب اليونان، فقط حظوظه بالتعثر في المباراه دي، اعتقد ان هو لو كان حقق نتيجه الفوز في المباراه دي كان هيدخل مباراه اسبانيا بشكل مرتاح اكتر من ان هو محتاج الفوز فقط ولا غير في ارض اسبانيا. منتخب السويد عرف يكسب اسبانيا في المباراه الاولى 2-1، منتخب السويد استفاد من عوده زلاتان ابراهيموفيتش ووجود عناصر زي كولوزيفيتش في التشكيله والكسندر ايزاك، اعتقد منتخب السويد قدم نفسه بشكل كويس واعتقد ان هو هيكون رقم صعب في البلاي اوف لما يدخل مع المنتخبات اللي ممكن تتاهل في المرحله اللاحقه. صحيح، كمان على منتخب على مستوى المنتخبات اللي وصلت بتتكلم على فرنسا طبعا وبتتكلم على منتخب بلجيكا، سريعا رايك في منتخب فرنسا وبلجيكا والتاهل المباشر لكاس العالم؟ منتخب فرنسا عمر بمجموعه سهله جدا. استفاد من الفايده الكبيره اللي عملها في مشوار التصفيات هي استعاده كريم بنزيما المهاجم اللي رجع له وقدم نفسه بشكل ممتاز جدا وحقق مردود تهديفي وصناعه ممتازه وعرف يدخل بسرعه في مجموعه هو ما شاركش مع كتير من عناصرها، اطمن على اكتر من عنصر وان كان المردود البدني بالذات للثنائي بول بوجبا وانطوان جريزمان محل تساؤلات كتيره جدا في تشكيله المنتخب الفرنسي، مبابي بيسجل سوبر هاتريك في الجوله اللي فاتت اللي لعبوا فيها ماتش سهل جدا قدام كازاخستان انهوه ب 8-0، اعتقد منتخب فرنسا يعني هو بطل العالم ومرشح فوق العاده في كاس العالم الجاي 2022 انه يوصل لابعد مرحله، بلجيكا كذلك اكتر منتخب مستقر اعتقد في العالم واكتر منتخب عنده وفره في التشكيله ويقدر يلعب بمنتخب والتاني والتالت 11 غير ال 11 غير ال 11 يعني ينقل في تشكيلات كتيره، بس كنا اتفقنا قبل كده ان منتخب بلجيكا محتاج لحظه كبيره بطوله مش وصول لمباراه نهائيه لانه لعبته محتاجه تكسر حاجز عدم تحقيق بطوله لان بداوا يتقدموا في السن برضو محتاجين لقب يشيل التشكيله دي مع روبرتو مارتينيز. طيب في الاعداد زمايلنا في الاعداد بيقولوا محضرين يمكن يعني جدول كده اقوى دفاع واقوى هجوم وارقام واحصائيات ل طبعا التصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم، نتكلم سريعا يمكن دي ارقام مميزه للتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم، اقوى خط هجوم هو خط هجوم المنتخب الالماني ب 36 هدف، اقوى خط دفاع زي ما انت قلت يا احمد خط دفاع المنتخب الدنماركي دخل فيه هدف واحد من مسيره مباريات كبيره جدا، طبعا فوز في جميع المباريات هو منتخب الدنمارك العلامه الكامله، هداف البطوله ممفيس ديباي طبعا ب 11 هدف، صانع اهداف او اسيست البطوله جورستيكا ده طبعا بسبع يعني تمريرات حاسمه في طبعا شايف المانيا، وزي ما انت بتقول المانيا انا ملاحظ ان منتخب المانيا منتخب قوي جدا جدا كالعاده، ولكن انا كمان بالنسبه لي العلامه الكامله لمنتخب الدنمارك ده بالنسبه لي شيء رائع يعني. بالظبط، المانيا مع هانز فليك منتخب شرس جدا هجوميا بيطبق افكار فليك بشكل كبير، ماكينه صناعه لا يعني غير جوريتسكا عندك صناعات كتيره جدا لتوماس مولر، في صناعات كتيره جدا لجنابري، في اكتر من لعيب بيساهم في صناعه اللعب بشكل كبير، ليروي ساني بيساهم تهديفا وصناعه،
اعتقد منتخب المانيا ما عندوش مشاكل خالص على مستوى الهجوم، ممكن تكون مشاكله على مستوى البنية الدفاع انه مش قادر يوصل لتوليفة مطمئنة بشكل كبير تخليه يطمئن في المباريات الاقوى من اللي موجودة في التصفيات، لان مجموعته كانت سهلة بشكل كبير. منتخب الدنمارك متفق مع حضرتك جدا انه بيقدم نفسه كواحد من اقوى المنتخبات اللي عرفت تحقق تطور كبير عن مستواه السابق خلال سنتين فاتت. ممفيس ديباي في رقم التهديف قدم تصفيات اكتر من رائعه، اعتقد التصفيات دي ثقلت موهبه او ثقلت شخصيه ممفيس ديباي بشكل كبير، لانه برضه محتاج مع برشلونه او مع منتخب هولندا يكون له تاثير اكبر من الوضع الحالي، لانه على طول تحت الضغوط ان الناس منتظره منه من ساعه لما طلع من ايندهوفن وبعدين راح مانشستر يونايتد بعدين ليون بعد كده جه برشلونه، دايما الناس منتظره منه. فاعتقد ان هو قدم شيء حتى لو لقب فردي ممكن يكون على الورق ملوش قيمه كبيره، ولكن هداف تصفيات منتخب هولندا او ممكن يكون هو اهم سبب فرديا في وصول منتخب هولندا لكاس العالم، اعتقد ده شيء يخلي ديباي يدخل المرحله الجايه من كاريره بضغوط اقل. صحيح، وعلى طبعا منتظرين كمان وصول منتخب الهولندي، لان اعتقادي المنتخب الهولندي كمان من الحاجات اللي حابين نشوفها في كاس العالم بشكل كبير، لانه بيقدم كره عظيمه يعني على مستوى المنتخبات. فريق كرواتيا والوصول وتاهل على حساب روسيا ومودريتش، هل تعتقد ان دي يمكن النسخه الاخيره من كاس العالم لمودريتش؟ وشفنا فرحته الكبيره جدا جدا طبعا بعد التاهل لمنتخبه لكاس العالم 2022. يعني مبدئيا كرواتيا جاءت من بعيد في مجموعتها، برده ما كانتش بتقدم افضل المستويات، في الاخر اتبقى لها ماتش نهائي مع روسيا كان لازم تفوزه، الهدف جه اون جول يعني جه بشكل معقد برده شويه. لوكا كان كل كرواتيا بتلعب من اجل اخر كاس عالم للوكا مودريتش وبدرجه اقل لايفان راكيتيتش، والجيل كرواتيا الذهبي اللي عرف يوصل لنهائي كاس العالم واللي كل يعني قطاع كبير من الجماهير بيعتبره افضل جيل في تاريخ كرواتيا، واللي حطم اسطوره جيل 98 اللي كان بقياده سوكر. اعتقد انه كل الانظار بتصب لمودريتش ورفاق مودريتش في كاس العالم اللي جايه علشان يقدموا اخر نسخه من الجيل التاريخي لمنتخب كرواتيا. طبعا وزي ما بنقول يمكن على مستوى طبعا المنتخبات اللي كانت مفاجاه عدم مشاركتها في طبعا كاس العالم 2018 كان المنتخب الايطالي. رجع المنتخب الايطالي بشكل اكتر من رائع من خلال فوزه باليورو 2020، ولكن يتبقى له يمكن مباراه ايطاليا وسويسرا كان كل الامال ان صعود المنتخب الايطالي، لكن تاجل التاهل بعد مباراته مع ايرلندا الشماليه. شايف المباراه دي ازاي على مستوى الضغوط بالنسبه لروبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي وحظوظ ايطاليا للتاهل لكاس العالم؟ اعتقد الماتش في متناول ايطاليا وان كانت بتلعبه خارج الديار. منتخب ايطاليا يعني صعب جدا يغيب عن نسختين ورا بعض. العناوين اللي طالعه كلها في الصحف الايطاليه كلها عناوين عاطفيه جدا، مش مصدق ان ممكن ده يحصل. ولكن اعتقد حتى يعني لو في فرصه لعدم يعني لو ما صعدش وده صعب جدا في فرصه في الملحق، فاعتقد ان غيابه عن كاس العالم 2022 امر مستبعد جدا. اعتقد ان هو هيحسمها الماتش الجاي، ولو ما حسمهاش الماتش الجاي اعتقد ان فرصه هتكون من بين اقوى الفرص في الملحق. ده حقيقي. احمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده، يعني بيبقى حوار رائع معاك ويعني دايما مشرفنا ومنورنا في المحترف. ربنا يخليك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا من المحترف، ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد ويوم جديد من ايام المحترف.